واحد يخلص النية فيها. طب ده اللي بينظم الحملة زينا كده وزي معتز، طب اللي بيطلع بقى مطلوب منه ايه غير ان هو يعني كنت انت بتعلق على فكرة، كنت انا حتى علقت عليها فكرة ان ما تبقاش لحد، تبقى للشعب. انت بتخرج علشان فكرة، فالفكرة دي مش بتاعي أنا كإعلامي أو داعية أو شيخ أو فلان، بتاعتك أنت، أنت مصري، أنت كإنسان، أنت أغلى واحد في الدنيا كلها. وما الضرر إن هو يقول ما تطمن أنت مش لوحدك يا محمد ناصر؟ هو هي دي يعني، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما تستطيعه. لا أقول لك الآن أمام قوات العسكر أخرج بسلاح ولا أخرج يقتلوك، ولكن عبر بطريقة حضارية وعبر بطريقة سليمة تضمن لك الأمان وتضمن لك الاستمرار وتضمن الكثرة. اليوم بهذه الصورة، غدا ستتضاعف عشرات المرات، بعد أسبوع ستتضاعف مئات. لن يستطيع العسكر أن يحبس كل المصريين، لن يستطيع العسكر أن يكمم كل أطفال مصر وشباب مصر، ولكننا نستطيع أن نقول للعسكر سنسمعه رغم أنفه، سنصم آذانه بأصواتنا، سنصم يعني آذانه بكلماتنا، سنملأ شاشات العالم، كل شاشات العالم بعباراتنا بقصاصاتنا بكلماتنا، لأنها كلمات حق، والذي يبلغ عنا هو الله تعالى.